السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس قبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهارده بنتمنى ليكم جميعا يا رب السلامه، وان احنا نكون كلنا بخير ونلتزم الحظر ونقعد في البيت شويه الجايين دول عشان نقدر نخش رمضان ان شاء الله باذن الله سالمين وبصحه وبعافيه جميعا باذن الله. في البدايه لو انت زملكاوي ولسه ما اشتركتش في القناه هيسعدنا اشتراك حضرتك في القناه، ولو لسه ما فعلت زر الجرس هيسعدنا تفعيلك لزر الجرس، وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. تعالوا بقى نروح للموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه مع حضراتكم النهارده. وبانتهاء الموسم المصري والدوري المصري اكلينيكيا، الزمالك خلاص بدأ يفكر في الصفقات الجديدة بتاعته. الكابتن امير بدأ خلاص، المشرف العام على الكورة بدأ ان هو يدور بقى على المراكز، يدور على اللعيبة مع بالتعاون مع كارتيرون، بدأوا خلاص يحطوا ايديهم على النقط المفقودة في نادي الزمالك وعلى نقط الضعف اللي الزمالك عانى منها طوال الفترات السابقة. في البداية عاوز اقول وعاوز احيي مجلس ادارة الزمالك ان الراجل الشاب مرتضى منصور والمشرف العام على الكورة امنوا الدنيا بشكل كويس، وخلاص اتفقوا ووصلوا لاتفاق رسمي مع كارتيرون ومحمود علاء الجدد وطارق حامد الزمالك يعني الحمد لله احتفظ بيه، مع ساسي اللي ابدى رغبة في ان هو يكمل. انا كنت متوقع ان ساسي خلاص ده اخر موسم ليه مع الزمالك، انما ساسي الراجل ابدى رغبة بعد بقى ما جاله بن شرقي ونجم اللي هم اصلا مبسوطين مع نادي الزمالك وسعدة جدا مع نادي الزمالك، ويعتبر بيلعبوا في بلدهم الثاني بعد المغرب طبعا الشقيق اللي هي مصر، وناديهم الثاني بعد الوداد المغربي اللي هو الزمالك. فبن شرقي ونجم عاملين حالة كويسة جدا، ساسي لما لقى الحالة دي ودخل في وسطيهم، يعني المغرب قريبة شوية من تونس ولعيبة شمال افريقيا قريبين شوية من بعض واللغة الفرنسية والكلام ده كله، فطبعا ساسي حس بالألفة، ساسي حس ان لا الدنيا كويسة، وبالاخص مع البطولات بتاعت نادي الزمالك اللي بسم الله ما شاء الله الفتره الاخيره والاداء ومدرب كويس واداره بتوفر لبن العصفور، فساسي خلاص قال لك انا ان شاء الله باذن الله خلاص استقريت ان انا اكمل في نادي الزمالك الموسم اللي جاي. ومع طبعا غلق ملف احتراف مصطفى محمد بدا بقى المشرف العام على الكوره وكارتيرون بداوا يحطوا ايديهم على نقاط الضعف. نقاط الضعف في الزمالك ان شاء الله باذن الله اللي هي اللي انا شايف من وجهه نظري تتعدل ازاي الموسم الجاي، هما ثلاث أماكن. المكان الأول الباك اليمين، المكان الثاني اللعيب الديفندر في نص الملعب، المكان الثالث رأس الحربة. تعالوا بقى نيجي من الباك اليمين بعد هروب حمدي النجاز وبعد ما قعد يعيط وأنا عاوز أرجع الزمالك ورفض إدارة الزمالك إنه يرجع، لأن حمدي النجاز أصلاً لعيب ما تزعلش عليه قوي لأنه كان بيتقدم وكان بيسيب ثغرات كتير ورا وبيترقص بسهولة والكلام ده كله، فطبعا حته الباك اليمين دي مهمه جدا ان الزمالك يدعمها. الزمالك بيتكلم مع عمر جابر وده اختيار كويس جدا، انا اتكلمت قبل كده عن عمر جابر ان عمر جابر باك يمين، عمر جابر هتلاقيه في نص الملعب، عمر جابر هتلاقيه ممكن على الطرف اليمين، عمر جابر لعب مع بيراميدز باك شمال، فعمر جابر لعيب جوكر، عمر جابر ابنك، عمر جابر احد كباتن الزمالك لو جه، فاعتقد ان عمر جابر مع وجود شيكابالا ان شاء الله الموسم الجاي باذن الله تعالى، مع طبعا وجود حازم امام، مع وجود ابناء النادي دول، اعتقد ان عمر جابر هيكون الموضوع معنوي ليه بشكل افضل لانه هيبقى احد كباتن الفرقه. فعمر جابر الزمالك خلاص بيفكر فيه بشكل جدي، عمر جابر الزمالك عاوزه، واعتقد ان عمر جابر خلاص ان شاء الله باذن الله هنبص هنلاقيه في الزمالك. الزمالك فيه مع اداره المصري في كلام كبير ان الزمالك بيتكلم على كريم العراقي. يعني انا هقول رايي الشخصي، انا شايف ان عمر جابر وحازم امام ومعاهم احمد عيد الناشئ الراجل اللي عمل ماتشات كويسه وبدا يثبت نفسه، انا شايف انك ممكن يعني كريم العراقي تجيبه بقى لو لقيت الراجل بمبلغ كويس هاته، لقيته في افوره والارقام اللي بنسمعها دي اعتقد هتبقى خساره قوي الفلوس اللي هتدفع في كريم العراقي، الفلوس دي اولى ان انت بقى تجدد بيها للعيبه، الفلوس دي اولى ان انت بقى تبص للعيب ديفندرز في نص الملعب للعيب راس حربه، فاعتقد ان كريم العراقي عرفت تجيبه برقم كويس ماشي. كريم العراقي لعيب مش وحش، لعيب في المنتخب الاولمبي اساسي، لعيب عنده خبرات اولمبيه لجيله ولعب افريقيا ولعب الكلام ده كله، كان احد نجوم البطوله الافريقيه اللي اتلعبت في مصر، انما هيبقى في افوره في الرقم بتاعه اعتقد عمر جابر وحازم امام واحمد عيد
اعتقد هيسدوا في المكان ده بشكل كويس جدا. وساعات لو لا قدر الله الثلاثه مش موجودين هيبقى عندك محمد عبد الغني ممكن بيلعب في المكان ده، وممكن احمد سيد زيزو يلعب في المكان ده. فاعتقد انك لو جبت عمر جابر دي حاجه كويسه جدا. كريم العراقي جبته برقم كويس زي ما قلت ماشي، ما جبت لقيت الرقم فيه يعني مبالغ فيه ورقم خيالي. اعتقد ان انت توفر فلوسك دي، مش عايزين ندفع فلوس على الفاضي، لان اللعيبه اللي موجوده في الفرقه هي اولى ان احنا نديها عقودها وهي اولى ان احنا نديها مستحقاتها. المركز الثاني اللي انا عاوز اتكلم فيه هو مركز الديفندر. الديفندر هو احد المراكز المهمه جدا في الزمالك. طارق حامد لما بيغيب انت بتبص تلاقي 50-60% من قوتك واحد، وبالاخص مع هبوط مستوى فرجاني ساسي. فرجاني ساسي الموسم ده ما عملش موسم كويس، الله اعلم الموسم الجاي فرجاني هتبقى الدنيا معاه ايه. بس انت لازم تجيب لعيب مع طارق حامد. محمود عبد العزيز ان شاء الله يكون رجع، بس عوده محمود عبد العزيز من الاصابه انت برده لسه مش عارف مستواه هيكون عامل ازاي. محمد حسن برده ولسه ما دخلش في الفرقه، ولسه محمد حسن قدامه وقت على بال ما يخش في الفرقه. فانت عاوز لعيب جاهز. مين اللعيب الجاهز ده؟ مين اللعيب اللي لعب في منتخب مصر؟ مين اللعيب اللي سنه صغير؟ مين اللعيب اللي هو يعني من افضل اللعيبه في مصر في المركز ده؟ هو نبيل دونجا. نبيل دونجا هو الديفندر بتاع بيراميدز. نبيل دونجا لعيب كويس جدا، كورته حلوه جدا. نبيل دونجا ميكس ما بين طارق حامد وفرجاني ساسي. راجل كورته حلوه زي فرجاني ساسي، وراجل يعني قوي زي طارق حامد. فنبيل دونجا لما تجيبه مع ساسي وطارق حامد هيعمل لك يعني قوة في وسط الملعب، وبالاخص مع عودة محمود عبد العزيز وبالاخص مع محمد حسن. فانت كده عندك خمس لعيبة هتلاعب منهم اثنين، وفي ثلاثة هيبقوا موجودين المنافسة والغيرة زي اللي شفناه في مركز حراسة المرمى، ابو جبل وعواد وجنش وصبحي، اربع حراس من النار وواحد بس هو اللي بيلعب، مخليك ان انت اللعيب يبقى مركز عشان لو خاطر لو بص كده او بص كده هيجي لعيب زميله ياخد مكانه. فنبيل دونجا مهم جدا، عمر جابر مهم جدا، يا ريت تكون صفقه، يا ريت المستشار مرتضى منصور والمشرف العام على الكوره وكارتيرون يحطوا كل قوتهم انهم يجيبوا نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز. اللعيب الثالث اللي انا ما اعرفوش ولكنه مركز مهم جدا هو مركز راس الحربه. مصطفى محمد لازم يكون معاه يعني لعيب ثاني في مركز راس الحربه، وبالاخص بعد عمر السعيد بعيد عن مستواه، كاسونجو بعيد عن مستواه، وكاسونجو لعيب افريقي وانت عندك اربع لعيبه المفروض يبقوا يعني مش مصريين اجانب، فكاسونجو واخد لك مكان على الفاضي ومستواه مش قد كده. فاعتقد انك لو جبت لعيب افريقي قوي، لو جبت لعيب افريقي هداف، لو جبت بقى لعيب افريقي زي لابا كوجو واللي هم اللعيبه الافارقه الممتازين اللي بيتميزوا بالكرات بالهيدرز وبالشوط وهجام وجسمه كويس وسنه اهم حاجه يكون صغير، اعتقد جنب مصطفى محمد هيبدا بقى مصطفى محمد الغيره، هيبداوا الاثنين زي ما قلنا على مركز حراسه المرمى، هنبدا بقى نشوف اهداف كتيره للزمالك بتالق مصطفى محمد واللعيب الافريقي اللي اتمنى تكون عين كويسه وعين خبيره تحط عينيها على لعيب كويس افريقي تجيبه. لو جبت احمد ايمن منصور بقى، احمد ايمن منصور بيلعب مساك، وانت عندك الونش وعندك محمود علاء وعندك محمد عبد الغني وعندك محمد عبد السلام. هنخلي محمد السلام عبد السلام على جنب دلوقتي عشان لسه سنه صغير، ومحمد عبد السلام برضو مش زي الونش وزي محمود علاء وزي محمد عبد الغني. فانت لو جبت احمد ايمن منصور، احمد ايمن منصور في فرقته نجم، فهل احمد ايمن منصور هيرضى يقعد للونش ومحمود علاء؟ الله اعلم. بس لو جبته يعني احمد ايمن منصور لعيب كويس، انضم لمنتخب مصر، لعيب اساسي في بيراميدز بيلعب مساك، وساعات احمد ايمن منصور لما بيبقى فيه مشكله في بيراميدز في الباك الشمال بينزل الحته بتاعت الباك الشمال دي وبيلعبها كويس جدا. وبالاخص ان احمد ايمن منصور ابن احد نجوم وكباتن نادي الزمالك الكابتن ايمن منصور، فاعتقد انك لو جبته برضه صفقه مش وحشه، صفقه كويسه، صفقه يعني بس مش الزمالك محتاجها دلوقتي. يعني لو ما جبتش احمد ايمن منصور ما فيش مشكله. الباك اليمين مهم جدا، نص ملعب ديفندرز مهم جدا، المهاجم الرأس الحربة جنب مصطفى محمد مهم جدا جدا جدا. لو جبت التلات أماكن دول وما جبتش حاجة تاني تعظيم سلام. لو جبت التلات أماكن دول ومعاهم دعمت بقى بحاجة زي أحمد أيمن منصور أو دخلته في وسط الفرقة هيبقى برضو مش وحش كويس جدا. إنما الباك اليمين والديفندرز ورأس الحربة
ثلاث اماكن مهمه جدا جدا للزمالك. الباك الشمال ما عندناش فيه مشكله ان شاء الله، راجع احمد ابو الفتوح مع عبد الله جمعه مع عبد الشافي، الدنيا هتبقى كويسه جدا. لقيت في مكان فاضي ممكن في الاربعه الاجانب ممكن ترجع معروف يوسف، انا سمعت كلام واتمنى ان ده يحصل. معروف يوسف مبلغ معين هيدفع عشان ياخد الجنسيه المصريه ويبقى لعيب نيجيري مصري ويلعب في مصر على اساس ان هو لعيب مصري، ويعني يخرج بره بقى الاربعه الاجانب. لو معروف يوسف عمل القصه دي انا اتمناها، ويسيب مكان بقى للعيب افريقي قوي يجي في الاربعه الاجانب. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، ودي الاماكن المهمه اللي انا بتمنى الزمالك يركز عليها، هنقولها اخر مره. الباك اليمين، الفندرز، راس الحربه، هم دول اللي الزمالك محتاجهم. العمليه بالكيف مش بالكم، مش عايزين نجيب لعيبه كتيره زي كل سنه، هم 3 4 لعيبه نجيبهم ندعم بيهم في الاماكن المهمه. وشكرا على كده، فرقتنا كويسه، فرقتنا واقفه على رجلها، معانا مدرب كويس، معانا اداره قويه بالدعم. اعتقد مش هنبقى محتاجين حاجه تاني ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي الا فتره اعداد قويه، فتره اعداد خارجيه، فتره اعداد يعني تبقى بقى ايه حاجه نواه مهمه تسند عليها للموسم الجاي باذن الله. وصلنا لنهايه حلقتنا. في النهايه لو حضرتك زملكاوي ولسه ما اشتركتش في القناه، هيسعدنا اشتراك حضرتك في القناه. ولو لسه ما فعلت زر الجرس، فعل زر الجرس عشان دايما الفيديوهات الجديده توصل لك باستمرار. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.